وفي المحاضرة الرابعة لمقرر الحملات الصحفية معكم أحمد إبراهيم، الصحافة الاستقصائية مهنة المتاعب والأخطار للدكتور عيسى محمود الحسن، مفهوم الصحافة الاستقصائية. ده مفهوم أو تعريف الصحافة الاستقصائية، هي صحافة التقاصي أو الاستقصاء أو العمق، أو هو السلوك اللي من خلاله بيبقى إن إحنا الصحفي يدور على المعلومات ويبحث عنها بدقة ويحاول يوصل للمعلومة الصحيحة وما وراء المعلومة. الهدف هو الشفافية ومحاربة الفساد، والتزام الصحافة بدورها كالبحراسة واتش دوج على سلوك الحكومي أو سلوك المسؤولين. دوت مش حاجة جديدة على فكرة، هو مصطلح قديم وقاله فترة، ولكنه مؤخرا بدأ يكتسب شهرة أكثر من الفترة السابقة، وده نتيجة لمجموعة من التحقيقات اللي بدأت تركز على عمل الصحافة الاستقصائية، وكان دورها في وصول أو التعرف على فساد على مستوى العالم. وكان أشارها اللي هي حاجة اسمها تحقيقات وثائق بنما، يعني دي كانت تحقيقات صحفية قعدت حوالي سنتين في العديد من الدول، وضحت من خلالها الفساد اللي في هذه الدول. نتكلم عن أوقات الصحافة الاستقصائية. في حاجات كتيرة جدا بتعوق عمل الصحافة الاستقصائية. رقم واحد فيها هي عدم القدرة على الحصول على المعلومات، و عدم القدرة على الحرية والتعبير ونقل المعلومات، وخوف الصحفي على نفسه وعلى مصادره، وقوانين اللي مش بتساعد على قيام الصحفي بالعمل بتاعه. حدود الاستقصاء وأدواته ومصادره، مفيش أي حدود للاستقصاء طالما بيصب فيه لخدمة الصالح العام وما يكونش على نوايا مبيتة أو عواطف شخصية. والأدوات بتاعته، الصحفي بيستخدم أي أداة تقدر توصله للمعلومات اللي هو عايز يعملها يوصل لها، وتقدر تتيح له القدرة على عرض المعلومات أو التحقيق الاستقصائي بشكل جيد وواضح للجمهور. وصلنا لنهاية المحاضرة، شكرا لحضرتك.